هذا الأذان عمل صالح، ولأن بعد ذلك ستكون هناك صلاة، وبداية الصلاة الإقامة، وبين العملين الصالحين سيتقبل الله. إذا كان قد تقبل ذكرك الذي أجبت به الأذان وتقبل منك الصلاة أو الإقامة، فإنه يتقبل ما بينهما، فكان من الزمن الذي يستجيب الله لك فيه هو قضية وقوع الدعاء بين عملين صالحين، الوضوء والصلاة وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك من آداب الدعاء. أيضا من آداب الدعاء أن تستقبل القبلة. وهل يعرف أحد غير المسلمين هذه القبلة؟